أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام الحديث الخامس عشر من أحاديث هذا الباب ما رواه يزيد ابن سليط قال لما أوصى أبو إبراهيم عليه السلام أشهد إبراهيم ابن محمد الجعفري وإسحاق ابن محمد الجعفري وإسحاق ابن جعفر ابن محمد وجعفر بن صالح ومعاويه الجعفري ويحيى بن الحسين بن زيد بن علي وسعد بن عمران الانصاري ومحمد بن الحارث الانصاري ويزيد بن سليط الانصاري ومحمد بن جعفر بن سعد الاسلمي وهو كاتب الوصيه الاولى اشهدهم الى اخر الوصيه في هذا الحديث بيان وصية الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الوصية تأكيد الوصاية للإمام علي بن موسى الرضا، وقد مضى في أحاديث سابقة أن من علائم الإمامة هي أن يكون الشخص وصيًا للإمام السابق. وهذا الحديث يدل على ان الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام قد اوصى للامام الرضا، طبعا هي وصيه طويله، وهي الوصيه الثانيه، وتتضمن هذه الوصيه بيان الشهود على هذه الوصيه. وبيان ما يعتقده الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام، لانه من المستحب ان يصدر الانسان وصيته بما يعتقد به من التوحيد، والايمان بنبوه محمد صلى الله عليه واله، وبالعقائد الاسلاميه. ثم بيان ان الامام الرضا هو الوصي. وأن إخوانه أيضا يشاركونه في الوصية على نحو التشريف، بحيث أن للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أن يعزلهم، وأن لا أمر لهم من غير إذنه. وتتضمن هذه الوصية الموصى فيه، وهي الأوقاف والأموال والأولاد، والبنات والازواج ثم تتضمن هذه الوصيه على التغليظ على من يخالفها فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه وايضا عين مصارف لامواله عليه السلام وايضا بين ان هذه الوصيه كيف ينبغي بيانها للناس، فهي وصية كاملة من الجهات المختلفة، وفي تتمة هذا الحديث بيان ما حدث من بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، حيث أن البعض أراد إثارة بعض المشاكل والقلاقل. فالمقطع الأول من هذا الحديث بيان الشهود على هذه الوصية وهم بين هاشمي وأنصاري وقرشي وفي هذه الوصية إشارة إلى أن للإمام الكاظم وصيتين الوصية الأولى هي وصية أمير المؤمنين في أوقافه، ووصية الإمام الباقر في أوقافه، ووصية الإمام الصادق في أوقافه، لأن أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام أوقف أوقافا كثيرة، لأنه عليه السلام في فترة ما بعد الرسول صلى الله عليه واله، إلى فترة نهوضه بالأمر، 25 سنة، في هذه الفترة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شق عيون كثيرة، وغرس نخيل كثير، وهذه أصبحت ثروة طائلة جدا، فأوقف الكثير منها لوجه الله سبحانه وتعالى. وجعل المتولي على هذه الاوقاف الامام الحسن والامام الحسين عليهما الصلاه والسلام ومن بعدهما الائمه من ذريه الحسين عليه السلام. وهذه كانت حسب الظاهر خطه اقتصاديه حكيمه. لأنه في الفترة التي أبعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من السلطة، هذه الفترة كان له وقت فراغ ليقوم بتأسيس مشروع اقتصادي كبير حماية للدين، وحفظا للأئمة اللاحقين، لأن حكام الجاور حاولوا محاصرة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فحاربوهم من مختلف الجهات ومن جملتها المحاربه الاقتصاديه ولذا صادروا فدكا مثلا واي شيء تمكنوا من قطع صله الائمه به من الجهه الاقتصاديه فعلوا ذلك لكن هذه الاوقاف التي اوقفها امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام هذه الجميع كان يعلم بأنها كانت أراضي موات وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الذي شق العيون فيها وهو الذي غرس النخيل فيها وهو الذي أحياها هذه الجميع كان يعلمها فما كانوا يتمكنون من انتزاع هذه الأموال من الأئمة فلذلك الأئمة من بعد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام على رغم حصار الجائرين عليهم بشدة كانت أموال هذه الأوقاف التي أوقفها أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام تأتي بيدهم فيصرفونها في مصارفهم وأيضا كانت هناك أموال لم يقفها هذه أيضا كانت بأيديهم وكانوا وكانت نفقتهم ونفقة عيالهم منها وحتى أن معاوية كان قد فهم هذه المعادلة فأراد تجريد الإمام الحسن والأئمة من هذا المورد الاقتصادي فاقترح على الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أن يشتري منه ما شقه وغرسه أمير المؤمنين عليه السلام في ينبع بمئة ألف دينار عندما يأخذ المئة ألف دينار مثلا هذه أموال بالتدريج تنفذ لكن إذا هي بساتين ثمارها مستمرة يعني مشروع اقتصادي مستمر فعلى كل حال أوقاف أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كانت بيد الأئمة الى ان وصلت الى يد الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام الامام الباقر عليه السلام ايضا اوقف اوقف الامام الصادق ايضا اوقف اوقف هذه كلها كانت بيد الامام الكاظم والامام الكاظم عليه السلام اوصى الى الامام الرضا ليكون هو المتولي على هذه الاوقاف، وجعل معه اخوته تشريفا لهم، لكن جعل الامر والنهي بيد الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، بحيث انه يتمكن من عزلهم او نصبهم او امضاء تصرفاتهم. فالمقطع الأول من هذه الوصية بيان الشهود وقد تلوناها في بداية هذه الحلقة. لذا هنا يقول من الشهود ومحمد ابن جعفر يعني واشهد فلان وفلان وفلان ومحمد ابن جعفر ابن سعد الأسلمي وهو كاتب الوصية الأولى التي هي تتعلق بأوقاف أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وبأوقاف الإمام الصادق وأوقاف الإمام الباقر كما سيأتي الإشارة إليه في هذا الحديث زين هذا المقطع الأول من الوصية بيان الشهود المقطع الثاني بيان عقيدة الإمام الكاظم كما ذكرنا يستحب الذي يوصي أن يبتدئ الوصية بما يعتقده أشهدهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شريك مع الله، لأنه المشركون قسمان، قسم من المشركين يعتقدون بآلهة متعددة في عرض بعضها البعض الاخر مثلا الثانويه يعتقدون بإله الخير وإله الشر مثلا هذا قسم من المشركين قسم اخر من المشركين يعتقدون بأن الله هو الخالق لكن يعتقدون ان الاصنام شركاء له وشفعاء اليه كما قال سبحانه وتعالى ان المشركين ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع أن المشركين في مكة ومن مشركي العرب كانوا يعتقدون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يعترفون بذلك ويقرون به، لكن كانوا يجعلون الأصنام شركاء لله سبحانه وتعالى وشفعاء إليه، كانوا يؤلهونها ليس في طول الله سبحانه وتعالى، يعتبرونها مخلوقات لكن لها درجة الالوهية. يعني مثل النصارى او بعض النصارى الذين يعتقدون في عيسى انه إله من دون الله ولكن في طول الله سبحانه وتعالى. نحن ماذا نقول؟ نقول ان عيسى عليه الصلاة والسلام عبد انعم الله عليه فمعاجزه انما هي كرامة من الله سبحانه وتعالى له لم يكن باستقلاله، اما النصارى يعتقدون بان عيسى اله يعني قسم من النصارى، وانه ابن الله كما يقولون تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا، وانه بالاستقلال يعمل فلذا غلوا فيه واشركوا، فكلمة التوحيد نفي لجميع انواع الشرك وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله. نحن نعتقد في الرسول انه عبد لله. ومن ثم هو رسول الله. حتى عيسى عليه الصلاه والسلام اول نطقه ماذا قال؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب. محمد صلى الله عليه واله معصوم له معاجز له ولايه تكوينيه، له ولايه تشريعيه، لكن كلها عطيه من الله سبحانه وتعالى له. فهو عبد لله، لكن عبد انعم الله سبحانه وتعالى عليه، فجعله شفيعا، وجعله ذا كرامات، وذا معاجز، وما الى ذلك. فاولا التوحيد، ثانيا النبوه. ثالثا: وان الساعه آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، وان البعث بعد الموت حق، وان الوعد حق، وان الحساب حق، والقضاء حق، وان الوقوف بين يدي الله حق. هذا بالنسبه الى المعاد. نعتقد بالمعاد بجميع التفاصيل التي وردت في القرآن الكريم نعتقد بالمعاد لكن المعاد لا تفاصيل الله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس يخرجون من قبورهم بيّن أن هناك حساب بيّن أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد وأنهم يقفون بين يديه للحكومه. كل ذلك بينه الله سبحانه وتعالى في القران. وغير ذلك مما جاء به الرسول صلى الله عليه واله، ايضا نعتقد بانه حق، سواء في اصول الدين ام في فروع الدين. وان ما جاء به محمد صلى الله عليه واله حق، وان ما نزل به الروح الامين، يعني جبرائيل، حق. لأن الروح في القرآن الكريم لها مصاديق متعددة من جملة المصاديق الروح الأمين وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا من مصادق الروح مل... مخلوق أعظم من الملائكة ينزل الملائكة بالروح، يعني مع الروح وهو مخلوق اعظم من الملائكة. أيضا روح القدس هذا أيضا من معاني الروح، على كل حال المقصود هنا جبرائيل عليه السلام، لأن اليهود كانوا يكفرون بجبرائيل من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين لكن نحن نعتقد بجميع الملائكه وان ما نزل به الروح الامين حق على ذلك احيا وعلى ذلك اموت يعني حياتي تستمر بهذه العقيده الى حين موتي كما قال سبحانه وتعالى في وصيه يعقوب لا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني شنو لا تموتن لا تموتن الا وانتم مسلمون؟ يعني انت استمر على الايمان حتى اذا جاءك الموت جاءك وانت مؤمن. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. لأن إحنا الآن ما ندري أنه ماذا سيكون مصيرنا. الآن أنت مؤمن، الآن أنا مؤمن إن شاء الله. الآن فلان وفلان وفلان مؤمن. لكن هل يستمر على الإيمان؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. إني أخاف الله رب العالمين. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون". أحيانا الإنسان مؤمن لكن إيمانه معار، عارية. بسبب سوء أعماله الله سبحانه وتعالى يسلب إيمانه. في مفصل من حياته يسقط فيدخل في الكفر لذلك الانسان المؤمن لازم دائما يكون في حاله الخوف والرجاء ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يثبته على الايمان ليكون ايمانه مستقرا وايضا يترك المحرمات، لأن بعض المحرمات تسلب توفيق الإنسان وتؤدي به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلذا الإمام يقول: عليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. وأشهدهم في الوصية الثانية، أشهدهم على الوصية الأولى أيضاً اللي هي الوصية بأوقاف أمير المؤمنين والإمام الباقر والامام الصادق عليهم الصلاه والسلام كما اوصوا اوصى، لانه اذا واحد اوقف شيئا وجعل وصيا، الوصي لازم يعمل حسب ما اوقفه الواقف، في الحديث الشريف الاوقاف على ما حس على ما وقفها اهلها، ما يصير واحد يغير في الوقف. لذلك اذا امير المؤمنين اوقف وعين مصارف معينه ما بعد يعملون حسب تلك الوصيه فالامام الكاظم عليه الصلاه والسلام واشهدهم ان هذه وصيتي بخطي وقد نسخت وصيه جدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ووصيه محمد بن علي قبل ذلك نسختها حرفا بحرف ووصيه جعفر بن محمد على مثل ذلك، يعني هذه الوصايا الثلاثة في أوقافهم. زين. فالمطلب الأول كان الشهود. المطلب الثاني بيان ما يعتقده. المطلب الثالث في هذه الوصية بيان الوصي. هنا بيت القصيد. وأني قد أو وإني قد أوصيت إلى عليّ وبنيّ بعد معه. يعني جعلت الأوصياء من؟ علي، يعني الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الرتبة الثانية في طول الإمام الرضا سائر أولاد الإمام الكاظم أيضا جعلهم أوصياء تشريفا لهم. لكن ما لهم رأي، الرأي هو للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وبنيَّ بعدُ معه إن شاء لو أراد. وأنس منهم رشدا، يعني بعضهم كانوا صغارا، زين إذا أنست منه الرشد، الرشد هو طريق الهداية، يعني الصغير إذا يكبر ويعرف تدبير أموره، فإن أنستم منهم رشدا. فسائر الأولاد أيضا هم أوصياء، لكن بمشيئة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. إن شاء وآنس منهم رشدا. وأحر وأحب أن يقرهم فذلك لا وإن كرههم وأحب أن يخرجهم فذلك له يريد يبقيهم يقدر يريد يخرجهم يقدر ولا أمر لهم معه إذا قرر قرارا فالقرار قراره ما يقدرون يخالفوا في القرار زين ليش دخلهم في الوصية معه تشريف لهم احيانا اكو اشياء تشريفيه احترام واحد لا يقول شنو هذا التشريف لا له. احترام لهم حتى عند الناس يقولون ماذا الاوصياء الاوصياء كل الاولاد هذا نوع احترام لهم نوع تشريف لهم نوع تكريم لهم لكن هذا لا يغير من الوصي الواقعي شيئا الامام الرضا كل شيء بيده يريد يبقيهم اهلا وسهلا، يريد يخرجهم من الوصيه اهلا وسهلا. يتصرف كما يشاء ايضا لا يحق لهم الاعتراض. ولا يتمكنون من ان يتصرفوا الا لو اجاز لهم واذن لهم. يعني في الواقع الوصي هو الامام الرضا. اولئك بالتشريف صاروا ايضا اوصياء بالظاهر. نحن أحيانا في علاقاتنا الاجتماعية، مثلا افرض واحد عنده زواج ابنه، يطبع أوراق مثلا أو كارتات للدعوة، يرسل بعض هذه الدعوات إلى ناس من الكبار من الشخصيات، وهو يعلم بأنهم لا يأتون لانشغالهم او لاي جهه اخرى. نقول له زين انت لماذا ارسلت لهم كارت الدعوه؟ تدري انه هذا ما يجي ظروفه ما تسمح له مثلا. يقول هذه دعوه تشريف. اريد اكرمه. ادري هو ما يجي تكريم والتكريم هو عمل عقلائي يقوم بها العقلاء والمتشرعه. نوع احترام للناس زين المطلب الرابع من ما يتضمنه هذا الحديث الشريف ما هي الامور التي اوصى فيها من جملتها الاموال من جملتها الاوقاف من جملتها العبيد من جملتها الصبيان وحتى الكبار منهم من الاولاد أوصى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عليهم حتى هم كبار مستقلون أيضا الأمر بيد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأيضا الزواجات لذول لهم شؤون لهم مصاريف لهم برامج أنت المتولي للأمر يعني كبير القوم أولاد زوجات عبيد إماء أموال الأمور التي ترتبط به هو يدبرها ويدير أمرها زين إذا مات يجعل واحد يحل محله في ذلك كله هو يدبر الأمر ويدير أمورهم فلذا الإمام الكاظم في هذه الوصية ماذا يقول أوصيت إليه يعني إلى الإمام الرضا بصدقاتي. الصدقة شنو هي هنا؟ وجمعها صدقات يعني الأوقاف. كلمة الصدقة في القرآن الكريم وفي الروايات تعني العمل الذي يصدق الإنسان بذلك العمل ربه سبحانه وتعالى. وليس الصدقه مخصوصه باعطاء المال للفقراء هذا احد مصادق الصدقه تنحيه الاذى عن الطريق صدقه عون الضعيف صدقه الزكاه صدقه انما الصدقات للفقراء والمساكين الكلمه الحسنه صدقه لان الانسان بهذه الاعمال يطيع الله سبحانه وتعالى فهو يصدقه فيما قاله ولذا الاوقاف كان يعبر عنها بالصدقات لماذا يعبر عنها بالصدقات لان الانسان بالوقف يصدق الله سبحانه وتعالى لماذا انت هذا الشيء اللي هو مالك الطلق تقدر تتصرف فيه كما تشاء هذا تحبسه لان الوقف شنو هو هو حبس العين وتسبيل المنفعه خلاص بعد لا تقدر تبيعه لا تقدر تهبه ولا تقدر تتصرف في تصرف يخالف ما اوقفته عليه لماذا تفعل هذا تصديقا لله سبحانه وتعالى وابتغاء لوجهه ولثوابه وايضا عاده مصروف ويعني عاده ما تنتجه هذه الاوقاف يصرف لوجوه البر ايضا هذا تصديق لله سبحانه وتعالى واوصيت اليه بصدقاتي هذا اولا ثانيا اموالي لان الاموال اذا كان الورثه كثيرون تحتاج الى ضابط شنو هاي الاموال اذا اموال متفرقه لازم تجمع تجرد ثم يعين حصه كل واحد من الورثه والإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعين واحد كانوا من أولاده تقريبا يعني أربعين واحد زين كل واحد له حصة وخاصة الصغار يجب أن تحفظ حصصهم بشكل مضبوط ودقيق يعني ويا الكبير أنت تقدر تتصالح واحد يموت عنده أولاد كبار زين عنده أملاك مختلفة أسعارها مختلفة هم الورثة بيناتهم يتصالحون يقولون هذا البستان لفلان وهذه وهذه الدار لفلان وهذا المحل لفلان وهذا وهذه الأموال لفلان يعني يمكن يصير زيادة ونقيصة لكن ما دام تصالحوا هم الورثة قالوا زين هذا البيت اللي قيمته أكثر من حصتك لك ما يخالف احنا نتنازل عن حقوقنا مثلا لا بأس بذلك إذا هم ورثة كبار أحيانا واحد يشوف أنه بعض الورثة كل حصته يهبها إلى أمة مثلا ما يحتاج يقول هذه الدار لي حصة منها زين والدي توفي هسه أمي وين تروح نبيع البيت مثلا يقول أنا قد وهبت حصتي لأمي ما بي مشكلة لأنه هو وارث بعد مالك يتصرف كما يشاء هذا بالنسبة للكبار لكن بالنسبة للورثة الصغار يجب إعطاؤهم حق حقهم كاملا غير منقوص ما لك حق تنقص فيه ولا لك حق أن تصالح فيه بحيث أنه تغمط حقه بل تعطيه أكثر ما في مشكلة لكن أن تقلل منه لذا يحتاج إلى ضابط هسه أحيانا الورثة متفقون زين الكبار يعطون حصص أكثر إلى الصغار مثلا لا بأس بذلك لكن بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان الورثة مختلفون أو لا بعضهم يريد حقه كاملا غير منقوص هنا يحتاج إلى واحد يتولى الأمر ضمن الضوابط الشرعية لذا الإمام يقول وأوصيت إليه بصدقاتي يعني أوقافي وأموالي وموالي يعني العبيد وصبياني الذين خلفت زين ذول الصغار الكبار شلون؟ وأيضا على الكبار وولدي إلى إبراهيم والعباس وقاسم وإسماعيل وأحمد يعني كل ولدي الوصي عليهم الإمام الكاظم، حتى إبراهيم مثلا الذي هو الثاني بعد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام والعباس أيضا كان كبيرا وقاسم هذا اللي مدفون في أطراف الحلة في مدينة القاسم وإسماعيل وأحمد أحمد هذا اللي مدفون في شيراز في مدينة شيراز والمعروف بشاه شراغ وأم أحمد زوجته وإلى علي أمر نساء دونهم زين هذه المرأة يعني زوجة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هذه في فترة العدة إرثها من الثمن لأن الثمن يقسم على الزوجات إذا كنا متعددات زين هذا يحتاج إلى من يدبر الأمر ويتولى ذلك من يقوم بذلك وإلى علي أمر نساء دونهم حتى لو تلك النساء أمهاتهم ليس لهم من الأمر شيء الأمر يرتبط بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وثلث وصية أبي وثلثي يضعه حيث يرى ثلث وصية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الثلثان يعني الثلثة الأوقاف الإمام الصادق كان قد عين لها مصرفا والثلث الأوقاف يعني ما تدر من تلك الأوقاف جعل أمرها بيد الإمام الكاظم الإمام الكاظم جعل أمرها بيد الإمام الرضا وأيضا الإمام الكاظم أوقف هو أوقفها الثلثان جعل لها مصاريف معينة الثلث الثالث جعل أمره بيد الإمام الرضا يتصرف به كما يشاء يضعه حيث يرى ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله يعني يتصرف فيه مثل ما تتصرف في أموالك أنت في أموالك شلون تتصرف الثلث من أوقاف الإمام الكاظم وقفها بهذه الكيفية بحيث يكون ثلث الأوقاف بيد الإمام الرضا يتصرف بها كما يشاء وللحديث تتم نبينها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين